يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله: أنا كلما توفر لدي مبلغ من راتبي الشهري قمت بالمساهمة في المخططات والأراضي، وقصدي من هذا ليس للتجارة، وإنما لغرض شراء منزل لي ولعائلتي. السؤال: هل في هذا المال زكاة قبل شراء المنزل أم لا؟ نعم، إذا قصدت به الربح والاستثمار تستثمره علشان يزيد وتشري لك منزل أو تعمر لك منزل، هذا استثمار وطلب للربح، تجب فيه الزكاة في رأس المال وفي الربح الذي تحصل عليه. نعم.